مساء الخير والصحة والسعادة والابتسامة، مساء الخير والجمال في برنامجنا الجديد مساءك عندنا. برنامجنا جديد وبرنامجي هيكون إن شاء الله مستفيض بأجمل حاجة وبأجمل حاجة بنشوفها في الدنيا، وهي الابتسامة. الابتسامة هي اللي بنرسمها على وشوشنا، الابتسامة هي الجمال، الابتسامة هي كل شيء في الحياة. معانا النهاردة ومعاكم هنلتقي ونشوف الناس اللي بترسم الابتسامة على وش المشاهدين وبترسم الابتسامة على وش المرضى بتوعها. معانا الدكتورة نوران، أخصائية التقويم في مصر، وهتقدم لنا حاجات جديدة جدا النهاردة، وهنسمع من الدكتورة النهاردة حاجات كتيرة. ازاي يا دكتورة؟ ازي حضرتك يا فندم، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. حضرتك النهارده طبعا عارفين ان حضرتك بترسم السعاده على وش المرضى بتوع حضرتك. عايزين نعرف يعني ايه تقويم. هو التقويم ببساطه ان انا عندي مشكله في شكل الاسنان او شكل الفك، ببتدي اعالجها علشان اوصل لشكل ابتسامه مثالي. ايوه طيب، هل التقويم يا دكتوره، هو التقويم له انواع؟ طبعا التقويم في منه اكتر من نوع. في النوع اللي هو المتحرك اللي بيتلبس ويتقلع، في منه النوع الثابت اللي هو بيكون ثابت على الاسنان. النوع الثابت ده في منه المعدن وفي منه الشفاف. ده ليه استخداماته وده ليه استخداماته. لا انا بقول يعني انواع التقويم، يعني في تقويم للفكين، في تقويم للاسنان نفسها. الموضوع دي عايزين حضرتك تعرفينا، مثلا في يعني بنشوف ناس الفك السفلي طالع عن الفك العلوي، السنان بتاعته الاماميه بارزه والسنان اللي فوق داخله شويه، ده نوع من انواع التقويم ولا ايه؟ تمام. في احيانا بنحب نبتدي بدري شويه عند اطفال معينه عشان نحرك شكل الفك نفسه او نغير شكل العضه او نعالج مشكله في الفك نفسها، وده بنسميه جروث موديفيكيشن. وفي انواع تانية اللي هي كاموفلاج تريتمنت، ان انا بعمل التقويم لما يكبر عشان اخفي المشكله اللي عنده. طيب يعني المشكله اللي في الفك نفسها. يعني ناخد من حضرتك هنا ان في سن معينه للتقويم؟ طبعا هو في سن يستحسن ابدا فيه. هو التقويم ممكن يتعمل في اي سن. خلاص يعني حتى احنا عندنا عيانين ادلت، عندنا ناس ثلاثينات واربعينات ممكن يعملوا تقويم. ولكن افضل سن في العموم اعمل فيه التقويم السن اللي هو ما بين 12 ل 13 سنه، اللي هو السنان اللبنيه بتكون اغلبها اتبدلت، فنقدر نحط جهاز التقويم. الا في حالات معينه اللي بنحتاج نبتدي فيها بدري شويه عند سن 8 او 10، ودي الاسباب بتكون انا عايزه اعمل جراس موديفيكيشن او اغير شكل الفك، او انه الطفل يكون سايكولوجيكالي متاثر او نفسيا متاثر من شكله، فبضطر ابتدي بدري شويه. وهينفع هنا على الاسنان اللبنيه بتاعته ولا بتكون الاسنان المستخدمه في بالفعل طلعت؟ بنكون في الماكس دنتيشن، يعني بيبقى شويه دايمين وشويه لسه لبنيين. بس في الحالات اللي بنعمل فيها جراس موديفيكيشن او الحالات اللي بنبتدي فيها عشان السايكولوجي، لا بنبتدي ولسه الاسنان اللبنيه موجوده. عشان النفسيه بتاع الطفل يعني. في اطفال كتير بيكونوا متاثرين نفسيا من شكل اسنانهم، بتوصل معاهم لمراحل ان هم مش عايزين يروحوا المدرسه من كتر التنمر واصحابهم بيتريقوا عليهم والكلام ده. فده ما اقدرش اسيبه لحد ما يبدل سنانه، فبضطر اتدخل بفيز 1 او بالمرحله الاولانيه، وبعد كده لما يكبر بنرجع نعمل فيز 2 او المرحله الثانيه. بيكون الهدف الاساسي من ان انا اعمل كده السايكولوجي، ان انا احسن نفسيته. زائد انه احيانا لما بيكون الفك اللي فوق بارز قوي بحتاج اتدخل بدري شويه علشان خايفه على الاسنان لما تكون بارزه لبره قوي انها تتكسر. فده من ضمن الاسباب اللي بتخليني ممكن ابدا بدري شويه. الناس اللي عندهم عضه معكوسه، يعني الناس اللي عندهم فكهم اللي تحت طالع بره عن فكهم اللي فوق، دول برضو ببتدي معاهم بدري، لان انا لو سبتهم اكتر من كده ممكن يحتاجوا جراحه، هيبقى التقويم لوحده مش كافي. فدول ببدا معاهم من سن 8 ل 10. يعني هنا في الحاله ديت ان احنا بنعالج الفكين نفسهم بالظبط، ما بنعالجش الاسنان يعني. طبعا. لو بدانا في سن بدري ممكن نعالج مشكله الفك نفسه، ممكن نغير الدايركشن او الاتجاه بتاع النمو. ديت بتعمل يعني احنا بنرتب هنا الفكين، الفك العلوي يقفل على الفك السفلي. بالظبط. طب وفي حاله تزاحم الاسنان يا دكتوره بنعمل ايه؟ في حاله تزاحم الاسنان بنشوف سنان، يعني ايه سنتين راكبين على بعض احيانا، سنه جايه على سنه، احيانا بتكون السنان كلها راكبه على بعض.
هي الحقيقة على قد ما الكراودنج أو تزاحم الأسنان ده أكتر سبب بيخلي الناس تيجي تعمل تقويم، إلا إن هو من أبسط المشاكل حلا، يعني هو مش مشكلة كبيرة، ودي بنستنى لسن 12 13 سنة لما بنتدخل، وبيكون علاجها يعني زي ستريت فورورد، إن إحنا بنوسع المكان شوية علشان نقدر نرص السنان دي بشكل صحيح. أحيانا بنحتاج نخلع أسنان علشان نوسع المكان لبقية السنان عشان تقف بشكل صحيح. طب في الحالة دي حضرتك، اما احنا بنوسع المسافات ده بنركب تقويم متحرك ولا تقويم ثابت؟ يعني لا في عايزين نفهم الفرق ما بين التقويم المتحرك هنا والتقويم الثابت، وده يركب امتى وده يركب امتى؟ طيب خلينا نقول ان التقويم المتحرك يعني بيستخدم في حاجات ليميتد قوي او حاجات محدودة قوي. ليه؟ لان هو ما بيقدرش يحرك السنان الا في دايركشن واحد، او حاجة بنسميها تابينج، ان هو مش بيحرك السنة كلها، ده هو بيزقها، يا بيزقها كده يا بيزقها كده، فده مش مناسب لأغلب الحالات. الحاجة التانية انه التقويم المتحرك او انه انا البس حد جهاز متحرك، ده بيتطلب ان هو يكون متعاون، ان هو هيلبس الجهاز، ان هو مش هينساه، مش هيضيعه، مش هيكسره، وده شوية ما بيكونش افيلبل قوي مع السن الصغير او حتى الكبار، بيبقى برضو شغلانة ان انا اقعد احط الجهاز واشيله. فاغلب الحالات بنستخدم معاها الجهاز الفيكسد او الجهاز الثابت، لان هو اسهل في الاستخدام، وكمان بيخلينا نقدر نحرك السنان بشكل ثلاثي الابعاد او 3D، ان انا اقدر احركها في كل الاتجاهات. ده بالنسبه للثابت او طب المتحرك. هل حضرتك هو التقويم ذات نفسه في حد ذاته هل هو علاج ولا هو عمليه تجميليه للشكل فقط؟ هو جزء منه بيكون تجميلي وجزء منه بيكون علاجي. يعني في ناس بنعالجهم علشان هم مثلا بيعرفوش يقفلوا بقهم خالص، زي الناس اللي عندهم عضة مفتوحة، او الناس اللي عندهم فكهم اللي فوق طالع لبره قوي، فمش بيعرفوا يقطموا ومش بيعرفوا يقفلوا بقهم، ده في الحالة دي بيكون علاجي. اما حالات اخرى بيكون مجرد تجميلي، ان شكل السنان معوج لافف، لكن في برضو جزء منه حتى الناس اللي عندهم اسنان راكبه على بعض او لفه، السنان بتكون عرضه اكتر للتسوس، فاحنا هنا التقويم بيحميهم من ان هم يسوسوا، لان هم كل ما يتفردوا، كل ما يبقوا بعاد عن بعض او واقفين مظبوط، نسبه التسوس بتقل شويه. طيب حضرتك يعني التقويم في الاطفال سن كام نبدا اعرف ان ابني او بنتي عايز يعمل تقويم؟ طيب. يعني اكتشف مثلا، اصل في اطفال بتفضل بالاسنان اللبنيه لفترات، يعني حتى السنان اللبنيه بتفضل في بقهم. مظبوط، في ناس بتتاخر شويه في التبديل. أيوة. هو انا المفروض على سن 10 سنين الدكتور الاسنان العادي يبتدي يتشك اذا كل حاجه ماشيه تمام ولا لا، يعني المفروض مثلا في السن ده ان انا الاقي في فراغ ما بين السنتين اللي قدام، ده طبيعي. اذا ما لقيتش الفراغ ده اقلق، اقول لا نشوف دكتور تقويم. المفروض ان انا عند سن برضو 10 11 سنه كده ابتدي ان انا احط ايدي فوق واشوف الناب موجود ولا لا. يعني الـ 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 الاب او الام يحط ايده؟ لا مش الاب والام، دكتور الاسنان لازم العادي. يروح لدكتور الاسنان بالظبط، لو هو بيعمل تشيك اب او بينظف سنانه، يشوف ايه حضرتك؟ بيشوف الناب موجود ولا لا، بنضغط على المكان بتاع الناب نشوفه موجود ولا لا، عشان نشوف اذا في مشكله ولا لا، نشوف الفتحه اللي في النص موجوده ولا لا، ده دكتور الاسنان اللي بيشوفها مش الاب او الام. الاب والام اللي بيبتدوا يلاحظوه قوي، او اللي المفروض يتوجهوا فورا ما يستنوش، لو لقوا انه الطفل عضته معكوسه، انه سنانه اللي تحت هي اللي طالعه لبره وسنانه اللي فوق داخله لجوه. اول ما اشوف المنظر ده لازم ابتدي على طول. يعني هو يشوف الشكل الجمالي بتاع ابنه، يكون السنان اللي فوق مغطية على السنان اللي تحت. بالظبط، اللي تحت هم اللي بره واللي فوق هم اللي جوه. هو عادة الأب والأم لما بيشوفوا المنظر ده هم بيجوا من لوحدهم، يعني أيوه. بيلاقوا إن هو الطفل هو الوحيد اللي شكله كده ما بين الناس كلها. أيوه. فدي من الحاجات اللي بنبتدي لها بدري، من سن 8 سنين أو أحيانا 7 سنين كمان، علشان نلحق نظبط العضة دي، بدل ما تبقى عضة خلاص الفك كله يشفت لقدام وأبقى خلاص ما قداميش حاجة غير ان انا اعمل جراحة لما يكبر. يعني هنا في الحالة ديت ان احنا بنعالج الفكين، ما بنعالجش الاسنان. مظبوط، بنعالج العضة بتاعتهم بحيث ان هو يقفل. طب في الحالة ديت يا دكتورة، لو هو ما راحش مثلا واحد معهوش مثلا ان هو يعمل تقويم، وعارفين التقويم بيتكلف مبالغ، تمام، في الحالة ديت اللي معهوش في الوقت ده هل هتسبب له مشكلة في حياته؟ اللي هو معض الصح، سنانه هتبوظ، هيحصل له مشاكل ايه؟ ايه ابعادها يعني؟ طيب خلينا نقول، لو هو ما راحش، خلينا نقول حاجه. اولا فيز 1 او الحاجه اللي بتتعمل وهو صغير غالبا ما بتكونش مكلفه، يعني ده هو بيتعمل له حاجه بسيطه لمده قصيره،
ما بتتكلفش مبلغ كبير. الحاجة التانية انه حضرتك بتقول انه التقويم بيتكلف مبالغ طائلة، هو حقيقي يعني انت لو حسبتها هو مش بيتكلف مبلغ طائل، هو دي مثلا مرحلة علاج بتمشي على مر سنتين، فانت لو حسبت طب ممكن ناخد مداخلة معانا، حد عايز يسأل حاجة؟ اتفضل اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم حمادة، يا مرحبا بيك، معانا ازيك مداخلة. بقى يا باشمهندس؟ على ما يرجع لنا تاني المداخلة بتاعتنا. الو، السلام عليكم، صباح الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك؟ صح، اهلا وسهلا، ازيك يا حماده، الله ازي يخليك يا اخبارك، رب. ازيك يا عامل دكتور؟ ايه؟ ازيك يا حماده، عامل ايه؟ الله يخليك يا رب. ايه السؤال اللي توجهه للدكتوره؟ انا برحب بحضراتكم الاول، الله والدكتور يعزك. يعني ان شاء الله كله يستفاد منه. الله يخليك. الله يخليك يا رب. انا كنت بسال، عندنا مثلا ايه شويه اقتراحات في الحاجات التقويم ديت، عايزين نفهمها برضه من الدكتوره. او مثلا هل التقويم ده بيأثر فعلا على العظم بتاع الانسان، والاجهزه اللي هي اتفضل. والاجهزه اللي هي اللي بتتركب المياه المتحركه دي فعلا برضه يعني ممكن مثلا نختار الجهاز زي مثلا الهايركس والجهاز اللي هو التوسيع التوين فك بلوك الحق. ايوه دي اتفضل. ممكن مثلا نختارها ازاي للمريض والحاجات دي كلها. ماشي، شكرا يا استاذ حماد. الدكتوره هتجاوب على حضرتك دلوقتي. استاذ حماده بيسالنا، بيقول لنا ان فعلا التقويم اللي هو سواء الثابت او المتحرك بيأثر على عظام الفكين، سواء في الابر او اللور، سواء في الفك السفلي او العلوي. طبعا. أيوة. يعني احنا بنقدر نعمل جروس موديفيكيشن او نغير اتجاه النمو، العظم نفسه. العظم نفسه. أيوة. النمو بنغير اتجاهه، هو احنا مش بنوقف نمو او بنحفز نمو، احنا أيوة. بنغير الاتجاه بتاع النمو في الاتجاه اللي احنا عايزينه. ايوه اتفضل. تمام. كان بيسال على اجهزه الأجهزة متحركه، المستخدمة. في بعض الاجهزه المتحركه طبعا ممتازه وبنستخدمها، زي الهايركس زي ما هو تفضل وقال، وزي التوين بلوك. دول بنستخدمهم فعلا احيانا، لما بيكون حاجه زي الهايركس ده لو انا عايزه اوسع الفك شويه بالعرض، الفك العظام بتاع الفك. يعني احيانا الفك اللي فوق بيكون تيبرد او شكله مثلث، ايوه، او بيبقى كونستريكتد يعني مضموم قوي او مقفول على نفسه قوي ومحتاج اوسعه، فبنستخدم فعلا اجهزه زي الهايركس ان انا اوسع الفك بالجنب، ان هو يديني مساحه. جهاز متحرك بيشتغل جهاز متحرك ويركبه، والمريض كمان هو اللي بيكتبه، يعني هو اللي بيحركه او هو اللي بيشغله. يعني ولكن في الحاله ديت المريض مع الدكتور، يعني الدكتور بيدوله التعليمات بتاعته وهو بالظبط كده. ولكن في بقى بوينت مهمه برضو في النقطه دي، انه المفروض ان هو العيان بيتابع مع الدكتور، يعني مش معنى ان هو جهاز متحرك هو بيلبسه ويقلعه ان هو هيعمله مع نفسه، لانه في ناس بيبقى في دماغها مثلا انا خلاص انا معايا الجهاز بتاعي فانا هعمل اكتف اكتف اكتف، فاحيانا ده بيعمل مشاكل او بيأكتف بطريقه مش صحيحه. فطبعا لازم نتابع مع الدكتور. ولكن الهايركس وكمان التوين بلوك ده بيستخدم في حالات الناس اللي عندهم الفك اللي فوق طالع لبره قوي، ده برده جهاز متحرك بيعمل نتائج توين بلوك. توين بلوك. ده من الحاجات اللطيفة جدا اللي بتخلي الفك اللي فوق يتماشى مع الفك اللي تحت بشكل اميزنج او رائع، يعني وهو جهاز متحرك. زي سكرو كده او لا؟ هو مش سكرو، هو جهاز في جزء منه ابر وفي جزء منه لور او تحت. الجهاز ده بيخلي هو بيستخدم في حالات انه الفك اللي فوق يبقى بره والفك اللي تحت جوه خالص. فهو بيعدل الكلام ده، يعني يخلي ده يدخل لجوه شويه ويخلي ده يطلع لبره شويه. طب وهل المريض او البيشنت في الحاله ديت بيستخدمه عدد ساعات معين، ولا هل بيلبسه مثلا ل 24 ساعه؟ بص، احنا هو المفروض ان هو يستخدم 14 16 ساعه، ولكن انا بقول للعيانين البسوا 24 ساعه، لان انا ما بقول له البسوا 24 ساعه هو تاني؟ غالبا بيقلعوا يعني بيقلعوا 4 5 ساعات من نفسه. ايوه، معانا اتصال تاني يا دكتوره. اوكي اتفضل. استاذه نهى. الو، اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا استاذ سيد. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير عليكم. الله يعزك. الصوت يا جماعه، عايز سامعني كده؟
اتفضلي يا فندم. الو اتفضلي اتفضلي. الو استاذه نوى سامعينك يا فندم. ايوه معلش يعني ما كنتش سامعه كويس. انا بحييكم على الحلقه وموضوع الحلقه. الله يعزك يا فندم. الله يخليك. مساء الخير يا دكتور. ازيك يا نوى عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي ومنوره الدنيا. ميرسي يا حبيبتي تسلمي. ربنا يخليك. انا بس كان عندي سؤال بالنسبه للتقويم. اتفضلي. هو دلوقتي دكتور الاسنان لما احنا نروح عشان نعمل تقويم ده من حقه يشيل اسنان من اسناننا يعني يشيل سنه معينه مثلا ويعمل تقويم؟ هو احيانا طب هو ده سؤالك ولا في سؤال تاني وهرد على لا حضرتك هو ده سؤالي بالتفصيل؟ يا دكتور. اوكي. احيانا في بعض الحالات. شكرا استاذه نهى، اوكي. والدكتوره ترد على حضرتك باستفاضه. اتفضل يا فندم. في بعض الحالات بنحتاج ان احنا نشيل اسنان وغالبا بتكون اسنان سليمه. ايوه. بنشيلها علشان احنا محتاجين المكان ده عشان نعالج فيه المشكله. عشان تدي مسافه بالظبط كده بالظبط. عشان لو السنان اتحركت تتحرك في 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 مسافه. بالظبط. هو الموضوع ببساطه ان انا ايه اللي عمل عندي الازدحام ده، يعني ايه اللي خلى السنان بقت مزدحمه بالطريقه دي. ايوه ده اللي احنا عايزين نعرفه، الازدحام ده يعني نتج عن ايه. ايوه اتفضل. ده بيكون غالبا انه السنان كبيره والفك صغير. خلاص. فاحنا عشان نعالج المشكله دي لازم نخلي السنان قد الفك. فاحيانا السنان قد الفك. فعشان نعمل ده هم دلوقتي كبار والفك صغير عليهم، فبنحتاج ان احنا احيانا نخلع بعض الضروس علشان نوسع مكان نفرد فيه السنان ده. خلاص. في حالات تانية ماشي. برضو بنحتاج نخلع فيها ولما يكون عندنا بروز جامد مثلا في الفك اللي فوق، فبحتاج ان انا عايزه ارجع لورا، فساعتها بشيل ضروس من الفك اللي فوق بحيث ان انا بنشيل ارجع. درس يعني ممكن اشيل درس مش سنه. مش سنه بنشيل ضاحك او بريمولر اللي هو اللي ما بين الاسنان والضروس. ايوه اللي ما بين الاسنان والضروس عشان يدي مسافه. يديني مسافه اعالج فيها المشكله اللي موجوده. علشان نعالج المشكله يعني نخلع درس بالزبط. على اساس ان انا ارص السنان الاماميه. بالظبط. سواء فوق او او تحت. اعالج مشكله بروس انه في بروز جامد وانا عايزه ارجع لورا. بروز منين بقى؟ من الفك العلوي او السفلي؟ او السفلي الفك البارز او ساعات الاثنين، يعني في حالات اسمهم باي ماكس ان هو الفكين بيبقوا طالعين لبره، فساعتها بضطر اخلع في الفكين على اساس ان احنا نرجع الفكين عشان نرجعهم لورا للوضع الطبيعي للوضع بتاعهم، الطبيعي للعضه الطبيعيه بتاعتهم. مظبوط كده. طب في الحاله ديت الدروس يا دكتوره يعني اللي ورا يعني الدروس اللي ورا هتخدم على بعضيها وهتبقى نفس المسافه؟ حلو، سؤال حلو قوي. دايما بيكون التخوف عند الناس لما نبتدي نقول لهم ان انتوا العلاج بتاعكم محتاج خلع، بيكون عندهم اكتر من تخوف. الحاجه الاولانيه بيكونوا خايفين ان هو ايه، طب انا هعرف امضغ؟ يعني انا المضغ عندي هيتاثر، ما هي دي اسنان وانا شلتها او دروس وانا شلتها. الحقيقه ان احنا بنقفل المكان خالص، يعني المكان اللي احنا بنخلع فيه ده احنا بنقفله تماما، يعني بتكون السنان كلها خلاص مرصوصه صح، فالمضغ ما بيتاثرش نهائيا. خلاص. الحاجة التانية انه التخوف التاني بيكون موجود انه الناس بتبقى خايفة من خطوة الخلع نفسها، انه انا الخلع صعب، طب دي سنان سليمة، طب هتتشد جامد، طب والخوف هتوجعني. والخوف برضو عند بعض البنات طبعا. وبعض الناس برضو بتخاف ان هي تخلع درسها، وبتخاف ان هي ممكن بتخاف من الخطوة نفسها، ممكن تخاف ان هو ما التقويم في الحالات ما يجيبش نتيجة. لا هو طب هو طب انا طب وانا لا هو ده يعني ده مش بيحصل في العادي، وده بن بن بنطمنهم عن طريق ان احنا بنوري لهم ناس اوريدي خلعه وناس خلصت وناس خلصنا لهم التقويم وهم خالعين، وهم نفسهم ما بيبقوش مصدقين الناس دي خلعه لانه السنان بتكون مرصوصه. طيب احنا معانا بعض الصور برضو بنعرضها طيب على الشاشه، ممكن حضرتك تورينا عليها. اتفضل. علينا على الصور حضرتك. اوكي اتفضل. فين الصور يا جماعه؟ الصور اللي معروضة على الشاشة دلوقتي حضرتك ممكن تعرفينا هنا، شوف الصورة. اوكي. احنا عندنا حالة زي دي كان عندها عضة مفتوحة. أيوة. يعني سنانها من ورا مقفولة وسنانها من قدام مفتوحة. أيوة. وطبعا دي حالة من ضمن الحالات اللي خلعنا فيها اربع بريمولرز او اربع انا دواحد. شايفة حضرتك هنا المسافة او السبيس ما بين الفك العلوي والفك السفلي كبيره جدا كبيره جدا. طب هل هي وكمان في حاجه اسمها في الحاله ديت هنقدر نرجع المسافه دي؟
هي هو احنا عملنا تقويم؟ هي في الصوره البوست هي اوريدي خلاص الموضوع خلص، انه العضه اتقفلت والبروز راح والمكان كله اتقفل. يعني هي الصوره اللي تحت ديت بعد ما عملنا التقويم، بعد ما عملنا التقويم احنا قربنا نخلص. في حاله زي دي احنا خلعنا دروس علشان نقدر نعمل. طب ناخد الصوره دي يا دكتوره. الصورة دي لحد كان عنده السنتين اللي هما السنترلز أو السنتين اللي في الوش دول مدفونين، ومدفونين علشان فيه سنان زيادة اسمها سوبر نيوميري، سنان شكلها مختلف شوية عن السنان العادية، منعت ظهور الأسنان اللي هي السنترلز. فزي ما احنا شايفين المرحلة دي ان هو خلاص احنا طلعنا السنان المدفونة من جوه. السنان المدفونة طلعت مكان السنتين. نخش على الصورة تانية يا جماعة. بالظبط كده. دي حالة كانت ازدحام أسنان بسيط، عالجناها من غير خلع، والعلاج ده ما خدش أكتر من 9 شهور. خدت السبيس والمسافة وترصت السنان في طبيعتها. بالظبط كده. وحالة زي دي بتاخد 9 شهور مثلا، ما بتكملش سنة. ممتاز جدا. الصورة اللي بعدها. دي شايفين دي حالة بقى ازدحام جامد شوية. الدنيا هنا ملخبطة خالص يا دكتورة بصراحة، يعني مش فيها ازدحام في الأسنان في الفك. بالظبط. وفي الحالة دي برضو احتاجنا نخلع عشان نوسع لهم المكان، وزي ما احنا شايفين في الصور اللي تحت السنان مش باين ان هو كان في حاجة مخلوعة، يعني البنت دي خلع يعني جابت المسافة بتاع استغلينا المسافة كلها، رصينا فيها السنان كلها من أولها لآخرها. الصورة اللي بعدها يا جماعة. دي برضو كان ازدحام. السنه اللي فوق في الفك العلوي اللي هي الناب طالعه فوق السنان، ده بنسميه دراكولا كاناين او ناب دراكولا خلاص. وده من اكتر الحاجات اللي بتخلي البنات مش عارفه تضحك. انه يكون متعلق فوق زي دراكولا. برضو من الحالات اللي بتكون ظريفه قوي في العلاج، والبنت يعني السنه بتنزل يا دكتوره، بتنزل على الفك السفلي ولا بنخلع ديت وبنرجع بنحتاج نخلع علشان نوسع المكان. بنخلع السنه اللي هي في الفك العلوي، مش بنخلع اللي هي مكانها اللي احنا شايفينها ديت، بنضطر نخلعها. لا مش بنخلع السنه اللي فوق، بنخلع السنه اللي فوق دي، ده نايب ما ينفعش يتخلع لان ده الكورنر بتاع الماوس او اللي بيسند لنا الفك كله، فده ما ينفعش يتخلع. ففي الحالات دي بنخلع برضو البريمولرز او بنخلع الضواحك علشان ننزل الصوره اللي بعدها. دي الحاله اللي احنا كنا شفناها اللي هي السنتين اللي كانوا مدفونين، ده شكلها بري يعني شكلها قبل ما نخلع. الصوره اللي بعدها يا جماعه. دي حاله مسافات. برضو المسافات من ضمن الحاجات اللي ناس كتير بتؤرقهم مش عارفين يضحكوا متضايقين من شكلها. كمان المسافات من الحاجات اللي بنعالجها علشان نحافظ على صحه اللثه نفسها. يعني المسافات من اخطر الحاجات اللي بتخلي البريدونشم او الـ او اللثه تتاثر. ايوه شوف الصوره اللي بعدها يا جماعه. دي حاله استحام برضو. دكتوره بصراحه يعني انا شايف ان فيها شغل جامد قوي، يعني دي بتاخد اكتر من 9 شهور. الله. لا حاله زي دي بتاخد سنه و8 شهور مثلا. سنه و8 شهور. وتبان النتائج بتاعتها. في الحاله ديت بنخلع يا دكتوره ولا الحاله دي خالعين فيها برضو؟ خالعين فيها برضو. عملنا سبيس عملنا سبيس انت زي ما شايف السنان داخله، يعني في سنتين داخلين لجوه خالص وفي النابين طالعين لبره خالص، فكنا محتاجين سبيس طبعا عشان نعالج المشكله دي كلها. احنا بنشكر حضرتك يا دكتوره على الاستفاضه اللي احنا فعلا احنا والمشاهدين استفدنا منها كلنا. ربنا يخليك. الدكتوره نوران عبد المتجلي افاضت لنا النهارده في التقويم. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، وهنستناكم بعد الفاصل ان شاء الله. اوكي.